الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. بداية تحية للرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، نحييه على صموده وعلى ثباته داخل سجون عبد الفتاح السيسي. وتحية إلى المطاردين داخل مصر، وتحية إلى قيادات العمل الثوري في الداخل وفي الخارج، وتحية إلى كل العاملين للحراك الثوري في مصر وفي خارج مصر. أيها الأحباب الكرام، موضوع مجزرة فض رابعة العدوية هي مؤامرة في المقام الأول، مؤامرة لضرب الإسلام في مصر في عقل داره. والحديث يبدأ منذ أن تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وبدأت المؤامرة تحاك في الظلام من أجل إسقاط أول رئيس منتخب. فبدأت المؤامرة من الجيش، وبدأت المؤامرة من الإعلام، وبدأت المؤامرة من القضاء، وبدأت المؤامرة من الشرطة لإسقاط أول رئيس منتخب، لكي تعود مصر مرة ثانية إلى العسكر الذين حكموا مصر 60 عاما وما تقدمت مصر. ثم جاءوا بعد ذلك
ورأينا ماذا جرى في الاعتصام السلمي في رابعة العدوية. أهل رابعة العدوية هم المصريين، ليسوا الإخوان المسلمين فقط، إنما كل المصريين بالطرق السلمية يعبرون عن رأيهم. فرأينا الطائرات والدبابات والشرطة يدخلون عليهم ويقتلونهم وهم ركعا وسجود لله رب العالمين، منهم من كان يقرأ القرآن، ومنهم من كان يصلي، ومنهم من كان يدعو الله عز وجل. وكانت مذبحة رابعة العدوية. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ويمكرون ويمكر الله والله إيه؟ خير الماكرين. فبدأت هذه المجزرة، وتم في المستشفى الميداني تم حرق الجثث، وتم قتلهم في المستشفى الميداني، ولم يدخل في قلوبهم الرحمة والخوف من الله عز وجل يوم القيامة، يوم يقفون بين يدي الله رب العالمين. وبدأ حصار أهل رابعة وأخذهم إلى السجون والمعتقلات وحرق الجثث. لكن هذه المؤامرة، هذا هو صراع ما بين الحق والباطل، وهذا الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم القيامة. معنا الآن إن شاء الله الدكتور الشيخ رجب زكي، تخرج من كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة سنة 1984، وفي سنة 2004 حصل على الدراسات التمهيدية العليا المؤهلة للماجستير في قسم أصول الدين في الجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة، ثم حصل على درجة الماجستير عام 2011 في الفلسفة الإسلامية من أمريكا، واستكمل دراسته بنفس الجامعة في أمريكا حتى حصل على الدكتوراه، وعمل إمام وخطيب بالعديد من المساجد في بريطانيا. يحدثنا الآن عن تآمر المؤسسة الدينية ودور العلماء في مواجهة هذا الانقلاب، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وقائدنا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وأحبهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. احشرنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أيها الإخوة الكرام الأحبة، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكلما جاء هذا الوقت من العام تأججت المشاعر، وهي متأججة بالفعل على الدوام، لكنها تزيد اشتعالا حيث يتذكر الإنسان ما حدث وكيف قتل إخواننا وأخواتنا، وفقدت أسر كثيرة عوائلها، ونكل بالأجساد أو بالجثث فحرقت، وبعضهم كانت به حياة. وهذا ما لم يفعل من قبل
لمثل هذه الوحشية الضارية، ولكن إذا كان الذئب الضاري هو الراعي والخصم العنيد هو القاضي فحدث ولا حرج، فإن عالم الغاب ربما كان أهون، وفعلا عالم الحيوانات أرحم. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدثنا عن رحمة الله فقال إن الله جعل الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا تتراحم منه الخلائق كلها، حتى لترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الدابة العجماء الغير مكلفة ترفع حافرها عن صغيرها حتى لا تؤذيه. أما هؤلاء حتى نصيب الرحمة أو نصيب الحيوانات من الرحمة لم يستفيدوا منه، فقدوا كل معاني الرحمة. والحديث في هذا الأمر يطول لأنه متشعب، وحديث هو نفسي وإنساني في الطراز الأول، إذ كل واحد منا له أخ وله حبيب وله صديق فقده في هذا اليوم، وكأننا في ساحة حرب، وهي فعلا كانت حرب، بس حرب من نوع آخر، حرب لبث زيها ذئاب بل كلاب، بل الكلاب منها الوفي. نعم كلاب، لكنها كلاب لهافة مسعورة مريضة. ومما زاد الطين بله أن هؤلاء العسكر وجنودهم أقدموا على هذا بمباركة من من؟ من مشايخ رموز دينية إسلامية، وقفوا وأخذوا يعدون الجنود في الشؤون المعنوية، وأتوا لهم بالرموز المحببة اللي الجندي المسكين الريفي الفقير يتمنى إنه بس يبص على الشيخ من دول في التلفزيون بصة كده، فما بالك لما يجي يقعد معاه الشيخ ويكلمه بالعاطفة، وده جاهل مسكين، يقول له دول ناس خوارج، دول ناس رائحتهم عفنة، دول ناس زبالة، أخرجوهم من قريتكم. وفعلا تكررت سياسة قوم لوط عليه السلام، لكن الآن أو في هذه المرة ليسوا قوم لوط الغير مؤمنين بالله، الناس اللي ما عندهمش إنسانية سوية، لكن تكررت على ألسنة عمائم. ولكني أحفظ كلام لمشايخنا تعلمناه زمان، يقول لك فيه عمم على قمم وفيه عمم على رمم. صحيح، هذه عمم على رمم، رمم ما خافت الله. من أجل ماذا؟ من أجل منصب دنيوي؟ الدنيا كلها إلى زوال، وياما ناس خذوا مناصب زمان وتربعوا على عرش كذا وكذا، ثم هم الآن أين؟ تحت أطباق التراب لا يذكرهم أحد. العالم له دور، العالم الرباني مش أي عالم، لأنه في علماء لا يتجاوز العلم ألسنتهم أو أقلامهم في الكتب التي يقتاتون منها، أما العالم الرباني هو ذلك العالم الذي لا يخشى إلا الله في قول الحق، الذي يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى سيدنا أبا ذر
وقال له فيما قال: وقل الحق ولو كان مرا ولا تأخذك في الله لومة لائم. هيحصل ايه؟ اقصى شيء والله ما حد هيضربك كف الا باذن الله. احفظ لاحد دعاتنا واساتذتنا اللي ربونا الكبار رحمه الله عليه، كثير منكم يعرفه، عم الحاج احمد ابو شادي عليه رحمات الله. كان في مره جالس معنا، كنا يعني زعلانين وغضبانين، ايه اللي بيحصل كل شويه ياخذوا شركتنا ويعتقلونا وبتاع. فقال: يا شيخ رجب، انت حافظ سوره الانعام؟ قلت له: الحمد لله. قال: طب اقرا لي كده من اول الجزء الثامن. فقرات، خدتش بالي. طبعا الناس الاكابر دول بيبقى لهم نظرات وتاملات اختمرت في قلوبهم وعقولهم من القران، كثره قراءته وتدبره. قال لي ربنا بيقول لي: ولو شاء ربك ما فعلوه. قلت له: اه. قال لي: خلاص، يبقى ربنا هو اللي رايد كده حتى يرفع درجاتنا ونكون حجة عليهم يوم القيامة. ولكن طبعا أنا مش عاوز حد يفهم أني ربنا رايد كده يعني نقعد نحط إيدينا على خدنا ونقول ادي له خدك الشمال. لا، هذه ليست مبادئ المسلم. المسلم يثأر لنفسه وينتقم لعرضه ويدافع عن حقه وعن دينه وعن حقه في الحياة. إنما المسلم ليس سلبيا ولا مستسلما، هو مسلم أمره لله وقلبه وأمره كله، لكن ليس مستسلما لبشر ولا لمخلوق أبدا، ولا ينافق ولا يتذبذب ولا يداهن ولا يتنازل عن ثابت من ثوابت دينه. للأسف كثر المتنازلون، حتى إن بعضهم أحيانا يقول لك: ما تبقاش إيه، ما تبقاش لازم تعلن قوي انك انت من الاخوان المسلمين. ليه يا اخوي؟ هي سبه يا حبيبي؟ لا، انا من الاخوان المسلمين يا اخوي، كله عارف، خصوصا في البلاد اللي احنا فيها دي، ما فيش داعي للتذبذب والتنازل والاختباء، لانه هو قبل ما تدخل ارضه عارفه، مش في تعاون استخباراتي بين الدول وبعضها؟ عارفين كل واحد فينا معروف. يبقى انا صاحب قضيه اقف لهذه القضيه. إذن دور العالم والداعية، الداعية من هو العالم؟ العالم هو المتخصص في فرع أو في قسم من أقسام هذا الدين العظيم. إنما الداعية كل مسلم داعية، وبخاصة المنتسبون إلى الإخوان المسلمين، لأنهم تعلموا وبايعوا الله على الدعوة إلى دينه. الحكاية مهيش لا دي كلفة، ليست شرفا إنما هي كلفة. فالعالم والداعية عليه دور وعليه واجب، سواء كان رجلا أو امرأة، أيا كان تخصصه، طبيب، مهندس، إن شاء الله حتى يكون إيه بياع، يعني أي إنسان مسلم بايع الله كما في سورة التوبة الآية البيعة المعروفة: إن الله اشترى. إيه هو اتفق مع ربه وتعاقد مع الله على هذا، يبقى لازم يبلغ دينه ويدافع عن دينه حينما يحتاج الأمر. إنما يأخذ من الدعوة أيسرها ولا ما يوافق هواه ويترك الباقي يتنازل عنه، نقول له: لا، إن الله لا يقبل التجزئة، كلك على بعضك كده لازم تكون لله عز وجل. وكان أساتذتنا يقول لك: الدعوة هي الزوجة الأولى التي لا ضرة لها، ما تقبلش، ما لهاش شريك، كله يجي بعدها. اثنين، مش واحد مكرر، لا، اثنين وثلاثة واربعة، في فواصل بين الدعوة وبين غيرها. دور العالم والداعية أن يقول للظالم: يا ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم أمتي تهاب، يعني تخاف أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منها، يعني دق آخر مسمار في نعشها انتهت. إذا هنسكت ونقول ما فيش داعي نتكلم واسكتوا شوية وهدوا اللعب، نهدي اللعب ليه إن شاء الله؟ ليه؟ إحنا على رأسنا ريشة ولا بضحى زي يقولوا؟ لا، دي قضية لن نسكت حتى تنتصر أو نموت دونها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه
قالوا له إن كنت عاوز فلوس نجمع لك وتبقى أغنى واحد فينا، إن كنت عاوز تتزوج نشوف لك أجمل بنت في النساء العرب ونزوجها لك، إذا كنت عاوز الملك نملكك، بس سيب حدة إيه لا إله إلا الله دي ملهاش لازمة، فيش داعي لها، اللي أنت عايزه ندهولك. ودي السياسة الموجودة دلوقتي من زمان، عاوز تكبر عاوز تبقى غني عاوز تبقى شيخ أزهر نعملك شيخ أزهر، بس خليك كده إيه يعني الإسلام الحلو اللي هو يعني السفت يعني مرهم كده اللذيذ، ها الإسلام الحلو ده. لذلك سيدنا النبي قال إيه؟ قال يا عم، لما جاء يعرض عليه المساومة الرخيصة دي قال له والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا واجب العالم والداعية أيا كان هو، ما دام مسلم وبايع الله بلازم يكون إيه على مستوى المسؤولية، يؤدي الواجب ويؤدي الحق الذي عليه. نقول للظالم يا ظالم، ونظهر ولا نفتر عن ترديد القضية وأبعادها في كل المحافل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وما نسكتش لأنه ما ضاع حق وراءه مطالب كما نقول. إذن العالم الرباني لا يخاف إلا الله، وحتى العلماء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ربنا جعل فيهم فسحة تدافع عن هذه القضية بحرية. في مصر ما حدش بيقدر يتكلم دلوقتي، اللي ملك المنابر وقف على المساجد كلها من اول ما الجامع الازهر الى كل اصغر زاويه في مصر. من هم؟ شويه ابواق صنعت على اعين جهاز امن الدوله. اشهد الله انه في يوم من الايام عرض علي ضابط امن الدوله في فرع الدقي جابر بن حيان معروف، وكذلك في اللزوغلي الفرع الرئيسي، قال انت يعني عجبك المرتب بتاعك الهزيل اللي بتاخده ليه؟ قلت له طب هعمل ايه؟ قال لي تعالى معانا واحنا نبسطك. تبسطني ازاي؟ قال يعني نخليك تخطف اكبر مساجد في القاهره. قلت له طب المطلوب ايه؟ قال لي وتعجبني. قلت له ايه المطلوب سعادتك؟ قال المطلوب انك انت تطلع تخطب على المنبر تقول ان الاخوان المسلمين دول بيشتغلوا تحت السلم. قلت له والله العظيم ما شفتهم بيشتغلوا تحت السلم، وانا صادق انا ما شفتش حاجه لا فوق سلم ولا تحت سلم. ها فالمساومه موجوده من زمان، لكن انت شطرتك ان ربنا جعل لك حظ وخرجت او خرجت. ايوه انت مشارك لاخوانك في السجون هناك، وانتم فاكرين اللي قاعد بره ده يعني قاعد مبسوط؟ ما هو منا اللي مش عارف ايه، واللي لاجئ واللي طالب لجوء واللي سايب اولاده واللي منفصل عن قاعد لوحده واللي كلنا صاحب هم، وفينا ناس كتير جدا ما شاء الله كانوا يعني اعزه ثم دارت بهم الايام. ده مش عيب اذا كان في سبيل الله، فاهلا به وسهلا ونرفع الرؤوس ونحن منتصرون بفضل الله عز وجل. اعزه اعفه بهذا الدين. يبقى انت خارج مصر ترفع اللواء وتدافع عن قضيتك وما تسكتش ابدا، لا تقبل الضيم ابدا مهما تعرضت، ومهما رايت بعض المتنازلين لا تتنازل، انما انت عليك قضيتك واجب، قضيتك عليها لها حق عندك في رقبتك في عنقك في ذمتك يسالك الله عنه يوم القيامه. اذن كان الاجدر بالعلماء اللي قراوا القران ودرسوا في الازهر وعاشوا على خير الازهر وخير الاسلام والقران وكبروا واشتهروا في العالم، كان عليهم واجب ان يقولوا للظالم يا ظالم هذا حرام، هذا قتل بغير حق، هذا يعني اللي يحل الحرام ويحرم الحلال يقولوا هذا خروج على الله على دين الله، مش خروج على الحاكم يطلع شويه ابواق باطله يقول خروج على الحاكم. حاكم ايه؟ هو كان فين الحاكم ده؟ الحاكم ده كذاب، هذا الحاكم افاق منافق مضلل، له حاشيه مضلله تآمرت على الشعب كله، وقبل أن تتآمر على الشعب تآمرت على الدين على القرآن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الإسلام في مصر مختبئ نائم مريض، لكن الإسلام مريض أقول المسلمون مرضى، لأن فرض عليهم أو يعني حقنوا بفيروس معين
هذا الفيروس أسكتهم أخرصهم. إحنا كانوا زمان بيدونا مرة قالوا اللي عاوز يشترك ياخد كل مرتبنا كان 60 جنيه في الشهر. قال لك هنديكوا 40 جنيه زيادة. يا سلام ده تلتين المرتب. إيه المطلوب؟ قالت تخشوا في حملة ماما سوزان عشان تقولوا تحديد النسل وتنسيل النحل. واللي قبل كان بياخد 60 جنيه. إحنا قلنا لا ناكل عيش عاف مش مشكلة. لأن إحنا أصحاب قضية. وهذا من فضل الله شرف كبير. فإذا يثبت كل منا على موقفه. والمنتصر دائما هو الحق. ولا نعبأ بأنه علي جمعة ولا اسمه أحمد الطيب ولا مش عارف مين ولا مين. كله ده بيروح. وشفته خذلوا كيف خذلهم الله. علي جمعة كان عشمان ياخد شيخ لزر. ما فيش. عشمان ياخد حاجة كبيرة ما فيش. قاعد مكانه وسنه بيكبر وذنوبه بتكثر وغيره وغيره. شيخ لزر الرجل اللي وصف بوزة بأنه في درجة الله عز وجل. قال لك عنده رحمة غير متناهية. مش حتى خلاها زي سيدنا النبي. ما ينفعش برضه. لكن رحمة غير متناهية يعني رحمة لا حدود لها. ما هي بقت بوزة. فكل هؤلاء دجالون. والله أخزاهم. وأظهر أمرهم حتى نثبت على الحق. وحتى نعلم أننا على الحق. الحق دايما هو المحارب وهو المطارب. لكن في النهاية يقول الله وقل جاء الحق وزهق الايه؟ مش زي بتاع تونس اللي قال جاء لما قال ان الحق كان زهوقا. الله يخرب بيته بتلك عالم طمس ربنا على قلوبها بشكل حتى الآية ما تتعكس. صعب تتعكس. لكن هو كده أنطقه الله بما في قلبه. أسأل الله العافية. كونوا مع العلماء. امشوا خلفهم. اتبعوا سبيلهم لأنهم على الحق ما داموا لا ينحرفون ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لم ولن ننسى شهداء وأسر شهداء رابعة. فأسر شهداء رابعة في القلب وفوق الرأس. معنا الآن الدكتور حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وإمام وخطيب في العديد من المساجد في بريطانيا، فليتفضل مشكورا يوجه رسالة إلى أسر شهداء رابعة وأسر المعتقلين داخل مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من فضلك علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام على شهدائنا في رابعة وفي كل مكان من أرض الإسلام والمسلمين. سلام من أرض الإسراء والمعراج إلى أرض الكنانة، الأرض التي كانت دائماً درعاً لفلسطين ودرعاً للشام ودرعاً للجزيرة. هذا الإرث الذي تحمله أرض الكنانة وهؤلاء الشهداء هم سلسلة في قائمة طويلة من الشهداء الذين يحملون هذه القيم
قيم الكرامة، قيم الحرية، قيم البحث عن حرية الشعب والأمة. ولذلك كان هذا الموقف الذي وقفوه قبل 4 سنوات من اليوم، ضحوا بدمائهم، بأرواحهم، بكل ما يملكون، من أجل أن لا يقال في الأجيال أن هناك خنوعاً في هذه الأمة، إنما هناك أبطال رجالاً ونساءً قاموا ووقفوا وقالوا للظالم يا ظالم، حتى لا يتودع منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا، هؤلاء الشهداء الذين قد نعرف بعض أسمائهم، أسماء حبيبة وغيرهم، أخواتهم وإخوانهم الكثير، نعرف بعضهم ولا نعرف الآخرين، لكن الله يعلمهم، ومعرفة الله لهم هي خير من معرفة الناس. هؤلاء الشهداء الأبرار ومن خلفهم من المعتقلين في سجون الظلم والطاغوت في مصر، هؤلاء الشهداء هم سادة الشهداء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن سيد الشهداء هو حمزة، ورجل قام إلى ظالم فأمره فنهاه فقتله، فهذا من سيد الشهداء كذلك. وهؤلاء نشهد ونشهد الله سبحانه وتعالى أنهم قاموا ووقفوا وبقوا قائمين واقفين ساجدين راكعين، يقولون للظالم يا ظالم، فهم من سادة الشهداء بإذن الله تبارك وتعالى. إن مثلهم كمثل غلام صاحب الأخدود الذي وقف وقال لن تقتلني حتى تسمي باسم الله العظيم. بقوا أمام الناس وعلى شاشات التلفاز يشاهدهم الصغير والكبير، ليكونوا شهداء على الأمة، على المتخاذلين، يكونوا شهداء على كل الظالمين، على كل المجرمين، على كل شخص يقول أنه لم يرى، بل لقد رؤوا في كل مكان العالم، وهم يقفون ساجدين راكعين يواجهون الرصاصة الغادرة بصدورهم. فتحية إكبار وإعزاز لكل أم تركت ابنها شهيدا وهي تزغرد، تحية إعزاز وإكبار إلى كل زوجة تركت زوجها وهو يعتلي حبل مشنقة فلم يهز ذلك من عضدها ولا من قوتها. تحية إعزاز إلى كل أب استقبل خبر استشهاد ولده بالدموع والفرح، لأنه لا يؤسس بذلك لحالة موت، إنما يؤسس بذلك لحالة حياة. مخطئ يا إخوة من يظن أن هؤلاء قد ذهبوا وأنهم قد فقدوا، مخطئ من يظن أن هؤلاء الشهداء الذين رووا بدمائهم الأرض الطيبة في 4 والنهضة، ثم يخطئ من يظن أن أولئك الرابضين خلف الحدود، خلف الحديد، الرابضين خلف القضبان من المعتقلين، من السجناء، من الأسرى في سجون الظلم، سجون السيسي المجرم، هؤلاء قد ذهبت أعمارهم أو أوقاتهم أو أموالهم أو وظائفهم. لا والله، لا
نحن يا إخواننا وأخواتنا نقرأ عن أصحاب الأخدود قبل آلاف السنوات، إلى اليوم تاريخهم وقصتهم محفورة في قلوب الأجيال، في قلوب الأمة، ولذلك تقرأه الأجيال وتعلم أن الذي انتصر في تلك المعركة لم يكن ذلك المجرم الطاغية الذي أحرقهم بالنار، الذي انتصرهم هؤلاء، والدليل على أنهم خلدوا في كتاب الله سبحانه وتعالى بينما خلد قاتلهم باللعنة والعار والشنار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الشهداء وهؤلاء الأسرى، وأنا لا أحب أن أقول كلمة المعتقلين، لأن كلمة المعتقل هذه الكلمة ضلالها سيئة، إنما الأسرى في سجون الظلمة، هؤلاء هم الذين يبقون الراية مرفوعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم معركة خيبر أراد أحد الصحابة واسمه محمود بن الأكوع، أراد أن يستظل بجدار خيبر، فجاءه سهم غرب، يعني مش معروف مكان، فاستشهد ذلك الرجل، فجاء أخوه سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخي استشهد، لا أعرف مصدر السهم، هل هو من الأعداء أو من المسلمين، فهل أخي شهيد؟ فقال له كلمة، اسمعوا يا إخواننا، قال له: إنه جاهد مجاهد. كلمة عجيبة، إنه جاهد مجاهد. كلمة مجاهد معروفة، لكن جاهد، جاهد هو ذلك الرجل الذي يقف ويبذل وسع جهده، كل جهده، في أن يبلغ كلمة الحق، وأن يرفع راية الحق، وأن يرفع الراية في وجه الظلمة. وهؤلاء الشهداء وهؤلاء الأسرى هم جاهدون مجاهدون، يرفعون هذه الراية ليقولوا دائما أن هناك للحق راية مرفوعة دائما. وإلا والله لو جاء فترة على الأمة ما في هناك راية مرفوعة، بتكون أمة تودع منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مدام يا إخواننا ويا أخواتنا يا أحبائنا، ما دام الراية مرفوعة، ما دام لنا شهداء في الميدان، ما دام لنا أسرى في سجون الظلم، إذن الراية مرفوعة، راية الحرية، راية الكرامة. وليس هناك فرق عندما نقول راية حرية الشعب وأن يخرج الشعب من تحت الظلم والطغيان ليكون حرا وسيد نفسه ويقول كلمته في مصيره وفي ثرواته وفي كل ما يخص أموره، فهذا ليس هناك فرقا بين هذا وبين الجهاد في أن تكون هي الراية العليا، هي راية الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام جاء أولا وأخيرا من أجل أن يجعل الناس أحرارا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لكن والكلمة قصيرة والإخوة ينتظرون، ما هو واجبنا اتجاه هؤلاء الإخوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عبادا اختصهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. فكن يا أخي المسلم يا أختي المسلمة من هؤلاء العباد الذين اختصهم الله لحوائج الناس، وأحوج الناس هم هؤلاء الشهداء، أسر هؤلاء الشهداء، أسر هؤلاء الأسرى، هؤلاء أمانة في أعناقنا. لا أقول أعناق إخواننا وأخواتنا في مصر،
بل إخوان بل إخواننا وأخواتنا في كل مكان. هؤلاء الأسرى، هؤلاء الشهداء هم أمانة في مصر، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في كل مكان. هؤلاء الذين خرجوا ورفعوا الراية، هؤلاء أسرهم، أولادهم، أبناؤهم، زوجاتهم أمانة في أعناقنا، فلنكن لحوائجهم. الذين خرج آباؤهم وأزواجهم وأخوانهم خرجوا حاسرين عن رؤوسهم في سبيل الله، فلا أقل من أن نرعى أولادهم وأهليهم كما نرعى أولادنا وأهلينا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وأخيرا، وصايا إلى هؤلاء الأسر: اصدقوا النية الخالصة حتى تكتب لكم ليس فقط الشهادة، شهادة ذويكم أو أسر ذويكم، إنما تكتب لكم أنكم أيها العائلات، أيها الأبناء، أن تكونوا بأجر هؤلاء الشهداء وبأجر هؤلاء الأسرى. احتسبوا ما أصابكم في سبيل الله، اصبروا وصابروا ورابطوا حتى تنالوا ثواب الصابرين. ارضوا بقضاء الله وقدره، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أروا الله من أنفسكم خيرا واحذروا الفتنة، واستبشروا بنصر من الله سبحانه وتعالى. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعجلة، الإنسان يؤمن بالله ويثبت فيزيده الله تعالى إيمانا، وأجر الثبات متحقق، متحقق، لأن الإنسان الذي يثبت بإيمانه بالله سبحانه وتعالى فقد خذ أجره وقد انتصر حقيقة. وهذا هو مفهوم لابد أن نعيه، لأن بعض الناس ربما يربط النصر بأمور مادية، ربما يرى النصر أن يصل إلى الرئاسة، أو ربما أن النصر الخروج من السجن، أو أن يقتدي الناس به مثلا، لكن ليس هذا النصر. هو النصر أن الإنسان يمضي وفق أمر الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يصبر على ما يلقاه. النصر أن يبقى الإنسان ثابتاً ذا عزيمة، هذا هو النصر. ولذلك القرآن مليء بمثل هذه المفاهيم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين وأخرى تحبونها. قال أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، معناته قبل الأخرى هنالك نصر آخر وهو الفلاح في الآخرة. وهكذا، فعلينا إذن أن نبحث عن عوامل الثبات في حياتنا، وعلينا أن نمارس هذا الثبات. ومن الأمور المهمة للمسلم في مفهوم الثبات هو الذي نطقت به صورة العصر، لأن الإنسان يحتاج من نفسه أن يثبت، لكن أن يتواصى كذلك، يتواصى من حوله بالثبات، لأن أمام الابتلاءات الناس معرضون إلى أمور عدة. وحتى رأينا في حال الأمم وقصص الأمم السالفة كيف من لا يستطيع أن يصبر أمام التحديات. فلا بد من هذا التواصي، ولا بد من شد الأزر، ولا بد من رفع المعنويات. وفي هذه الأيام مع تقدم التقنيات والوسائط الاجتماعية والتواصل الاجتماعي،
ليس أحد يستطيع أن يتحجج أن لا ليس عنده إمكانية أو وسيلة للشد من أعضاد إخوانه ولربط على هممهم عن طريق هذه الوسائط الكثيرة. يستطيع الإنسان أن ينشر رسالة، يشارك في نشر خبر، يثبت من العزيمة. وتعلمون أن النصر أهم عناصره هو النصر المعنوي الذي ينتصر الإنسان. فإذا الإنسان أحس بالفشل وبالهزيمة داخليا فقد انهزم، سواء تغلب على عدوه أم لم يتغلب عليه. الذي نشاهده أو شاهدناه بالتاريخ أن التغيرات الكبيرة الجذرية التي تحصل في العالم تأخذ ليس السنة ولا سنتين ولا أربعة ولا خمسة، تأخذ العقود وأحياناً القرون من السنين. أوروبا الغربية ما تعيش ما تعيش الآن من رفاهية سياسية إلا بعد قرون من الزمن، وهي تحارب بعضها بعضا حتى استطاعت أن تمنع وتحد من ظلم الملوك. والماركسية ما انتهت في العالم إلا بصمود وبثبات، ثبات المبدأ وانتهاء العبودية في العالم. أيضا جاء بأناس حملوا مبادئ وثبتوا عليها وهكذا. فإذا أردنا للانتصار، المفهوم الضيق للانتصار أنا أعتبره، إذا أردنا لهذا الانتصار وهو الانتصار المادي، لابد من المصابرة ولابد من الثبات حتى نرى ذلك التغيير. والله تعالى يضرب لنا المثل التي يتجدد علينا أسبوعيا ونحن نقرأ سورة الكهف، أن أصحاب الكهف أماتهم الله 300 سنة حتى عندما يعيدهم ويحييهم من نومهم ليشاهدوا هذا التغيير. شاهدوا التغيير الذي حصل في واقع مجتمعهم، أخذ 300 سنة وزيادة و9 سنوات حتى يحصل هذا التغيير. فإذا علينا أن نواصل وعلينا أن نصبر وعلينا أن نشد من همم إخواننا وأخواتنا حتى يتحقق هذا النصر. وأخيرا الذي أشرت إليه وأشار إليه بعض الإخوة الأساتذة، الدكتور حافظ ذكر أصحاب الأخدود مثلا، أيضا إذ نقرأ من قصص الصالحين أن ليس كل صراع ينتهي بأن بهذا الفوز المادي. ولذلك ضرب الله تعالى في نهاية سورة البروج: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فضرب مثلين للمآل التي آلت إليه بعض الأمم: أصحاب صالح عليه السلام انتصروا بأن الله تعالى نجاهم من عدوهم، لكن لم يقيموا دولة، لم يقيموا مجتمع، انتهت القصة مع انتصارهم على الباطل. أما مع حال موسى مع فرعون استطاعوا أن يهربوا وأن يمكنوا ويمكنهم الله تعالى في إقامة الدولة. فلا علينا أن ننظر ونقيس الأمور بالنجاح المادي، إنما علينا أن نعي أن النصر الحقيقي هو في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا بالصبر وبالثبات والعزيمة. وأيضا أخيرا علينا أن نتطلع وأن ننظر ونبحث عن أسباب الثبات حتى نحققه في حياتنا. الوقت لا يسع، انتهى الوقت. أن نبحث عن أسباب الثبات حتى نستطيع أن نحققها في أنفسنا.
ونستطيع أن نشد من همم إخواننا أخواتنا حتى يواصلوا وحتى يستمروا على ذلك. ومن هذه الأسباب أذكرها فقط هكذا على السريع: بتدبر القرآن وقصص الصالحين والأنبياء والدعاء بلا شك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لله وللرسول، فإن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، وكذلك نصرة الله في أنفسنا وفي أهالينا وفي مجتمعاتنا. جزاكم الله خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ثوار أحرار نكمل المشوار، ثوار أحرار نكمل المشوار. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. الإخوة الكرام، أسلوب أهل الباطل دائماً هو أسلوب البطش. وانظروا إلى التاريخ، سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، حتى في بعض الناس يقولون لا نريد دخول السياسة في الدين، هذا ملك فرعون وسيدنا موسى صاحب دعوة، اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طغى. وانظروا إلى أسلوب البطش من فرعون. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة القصص: يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. ووصفه القرآن إنه كان من المفسدين. والعاقبة للمتقين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما، مش فرعون الواحد اللي بيقول أنا عبد المأمور في مصر، ضابط الشرطة والمقدم والمأمور، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الذي جرى في رابعة العدوية هو قتل عمد، وهذا هو حكم الشرع. هذا ما سوف يحدثنا فيه الشيخ عثمان أصولي، مدير مسجد التقوى بلندن، وإمام وخطيب في العديد من المساجد في بريطانيا وخارج بريطانيا، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. نشكر الإخوة جميعا لإقامة هذا الحفل العظيم أو هذه لإتاحة لي الفرصة، هذا المؤتمر العظيم أقصد. فالحقيقة إن موضوع حكم قتل النفس عمدا موضوع طويل، ولكن سأحاول أن أقتصر بما أمكن. طبعا نحن نعرف أن الإسلام اعتنى بحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع الإلهية جميعا على حفظها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل والعرض والمال. ولهذا فإن قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى إلا قتلها إلا بالحق يعتبر من أكبر الكبائر، ومن من أفظع الأعمال جرما وأكبرها إثما، وهو أمر لا يتوقع أن يقع منه المؤمن. وقد نفى الله سبحانه وتعالى أن يقع القتل العمد بين المؤمنين في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان، قال علماء البلاغة كما قال المفسرون هنا، النفي الشأن
ما كان. هناك فرق بين النفي الحدث ونفي الشأن. فالإنسان إذا نفى عن نفسه وقال أنني لم أقتل، هو نفى عن نفسه فقط عن فعل القتل. ولكن إذا قال ما كان لي أن أقتل، هناك أبلغ، أي بمعنى لم ينوي ولم يحط في باله أنه سيقتل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا يمكن. ولذلك أنا أستغرب هؤلاء الجنود الذين قاموا بقتل إخواننا في الرابعة، أين إيمانهم؟ هنا الله سبحانه وتعالى ينفي نفي شأن. فأما الجانب الآخر فموضوع قتل المسلم عمدا وعدوانا، فالله سبحانه وتعالى اعتبرها من الكبائر، ولقد وعد بعقوبات بوعيد لم يرد في مثل هذا الفعل الشنيع. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هناك أربعة عقابات ذكر الله سبحانه وتعالى: خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي أن المؤمن أن القاتل العمد ينتظره هؤلاء هذه تلك العقوبات الأربعة. ولذلك أن بعض الصحابة كانوا يرون أن القاتل لا يقبل منه توبة بعضهم، وإن كان هذا مخالف رأي الجمهور. أما إذا رجعنا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث الذي رواه أبو داود حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا عمدا. فالله سبحانه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ساوى بين الإشراك بالله سبحانه وتعالى والقاتل العمد، دليلا على أن هذه العقوبة عقوبة كبيرة. وكذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من الاعتداء على نفس المؤمن بغير حق، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي يقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. أن تزول هذه الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى. والابن العربي وهو شارح في الحديث، شارح الحديث، يقول: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البهيمة بغير حق، عن النهي عن قتل البهيمة بغير حق، وبين وفيها وعيد كبير. قال: فكيف بمن اعتدى على مسلم وعلى مؤمن تقي صالح فقتله. إخواننا في الرابعة كانوا ركعا سجدا، إذن هم أتقياء نحسبه ذلك، ولا نزكي على الله أحد. وكذلك وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر القتل، عندما قال: اجتنبوا سبع موبقات. قيل: يا رسول الله ما هن؟ ذكر فيها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكذلك بين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يظل مطمئنا منشرح الصدر في حياته مسرورا، فإذا ارتكب هذه الجريمة، جريمة القتل العمد، قتل نفسا بغير حق، صار منحصرا ضيق الصدر لا تسعه الدنيا بطولها وعرضها. ففي الحديث الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أين هؤلاء العلماء الذين يقفون مع الانقلابيين؟ ألم يقرأوا تلك الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل العمد أمر كبير عند الله سبحانه وتعالى؟ وفي حديث آخر يوضح أيضا نفاسة دم المؤمن وحرمته عند قارئه سبحانه وتعالى. فعن عبد الله بن عمر، طبعا الحديث رواه ابن ماجه وغيره، فيقول عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. والعجيب نحن نسمع أن بعض الضباط يذهبون إلى العمر إلى الحج لكي يغتسلوا من أيديهم بدماء الذي ارتكبوه. فيا عجيبا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكعبة الذين يقصدون إليها وهي قبلتنا، فيقول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمته. إذن لماذا نحن نخالط الناس؟ فمن أراد أن يكفر أو أن يتراجع عن ذنبه فلابد للحكم القتل عم له أحكام، وأحكامه سوف أذكرها إن شاء الله. وكذلك هناك أحاديث كثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه بالبخاري ومسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وتارك لدينه، والمفارق لجماعة. بل ورد الوعيد أيضا على من أعان على القتل أو كان حاذرا يستطيع أن يمنعه فلم يمنع أو شجع القاتل على القتيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. أين من هذه الأحاديث هؤلاء الذين يصفقون ويؤيدون ويشجعون بالقتل؟ وقد نحن شاهدنا شاشات التلفاز عجائب، هناك من يحرض على القتل، من يشجع. ألا يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الذي يقول أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار؟ أيها الإخوة، أن هذه بعض الأحاديث التي وردت عن عقوبتهم في الآخرة. أما ماذا يكون أما أمر الدنيوي فلها أحكام، أن القاتل الذي يقتل عمدا فله العقوبات، أولها القصاص، التوبة من معناها الكفارة عن ذنبه لابد أن يقتص أو يعفو عن أو يأخذ أهل الدم دية أو أن يعفو عنه. أما أن يأتي ويتمجد ويتكبر ولا يبالي أن بعض أهل في السجون أيضا، فهذا أيها الإخوة فإن الأمر أمر عجيب. وكما قال الشيخ رجب هناك علماء السوء، نحن نسميها علماء السوء. إذن هنا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا يفعل بالقاتل هنا في الحديث الذي رواه أبي هريرة المتفق عليه في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. هذا هو الحق. أما أن يسكت وأن لا نعتبر دماء الشهداء أمر لا ننسى، هذا لا يجوز. إذن على كل مسلم أن يعين، كيف نقتص من هؤلاء؟ نعم. والحقوق أيها الأحبة، والحقوق كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين: حق خاص لله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا الحق مبنية بالمصامحة، وهو الصلاة والعبادات المحضة. هذا قال العلماء هو حق خاص لله سبحانه وتعالى، عسى أن يغفره، عسى أن يعفو عنه، وذلك مبنية على المصامحة. وهناك حقوق خاصة للعبد، فلا الله سبحانه وتعالى هو العدل، والعدل يقتضي أنه لا يسامحك. الله سبحانه وتعالى لا يسامح أنت إذا ارتكبت حقا للغير أو للعبد، فإنه لا يسامحك لأنه عادل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده مظلمة من أخيه فليتحلله من الآن. نعم. فيا عباد، فيا أخوة، فأيها الأخوة، إن الأمر أمر ليس سهل. إذن هنا القصاص قالوا فيه اجتمع فيه حقان: حق الله سبحانه وتعالى وحق العبد. وقالوا حق العبد غالب هنا، لماذا؟ لأنه إذا أراد القصاص فلا بد من قصاص. ولذلك اختلف العلماء، قالوا الحق الإنسان إذا حتى اختص منه، هل الله سبحانه وتعالى يؤاخذ عليه يوم القيامة؟ هناك أقوال لبعض العلماء أنه قال فالله سبحانه وتعالى لا يسامحه
لأن قالوا هناك حق للقاتل، الحق للمقتول، وحق للأهل القتل، وحق لله سبحانه وتعالى. قالوا حق الله سبحانه وتعالى ممكن يسقط بالتوبة، يعني إنسان إذا تاب الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. وحق المقتول إما أن يقتص منه أولياء دم، إما أن يختصوا بهذا الشخص أو يأخذوا دية أو يعفو. أما المقتول قال في الحديث الذي رواه الترمذي يقول يجيء الرجل يوم القيامة بيد رجل فيقول يا رب هذا قتلني، يسأله لما قتلني، فيقول لما قتلته؟ فقال لتكون عزة للغير. هؤلاء الجنود الذين قتلوا الناس أنهم قتلوا العزة للغير. فيقول الله سبحانه وتعالى إذن ليس هناك عزة إلا بعزتي، وكما في معنى الحديث. إذن ما الفائدة أن في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يختص يوم القيامة من الدماء يوم القيامة الدماء. إذا كان الإنسان يقتص في الدنيا منه، يقتص منه في الدنيا، إذن لماذا يقضى هناك؟ إذن قالوا بعض العلماء الله سبحانه وتعالى يؤاخذ به. قالوا الوقت ضيق علينا، فأنا أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحضرنا الآن قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين الرحمة في قلوب الجنود؟ أين الرحمة ضباط الشرطة في مصر؟ أين الرحمة التي في قلوبكم؟ مأمور الشرطة، أين الرحمة التي في قلبك؟ إخوانك المصريين، إخوانك في الإسلام، تصفيات جسدية منذ 3/7/2013 للانقلاب العسكري إلى الآن في تصفيات. الضباط لابد أن تعلموا جميعا أنكم سوف تقفون بين يدي الله. عبد الفتاح السيسي إن لم تحاسب في الدنيا فسوف تحاسب أمام الله يوم القيامة. لابد أن تراجعوا أنفسكم، لابد أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتقفون بين يدي الله رب العالمين. الآن معنا الكلمة مع الدكتور فاروق مساهل، مسؤول مصريون برمنغهام وعضو المجلس الثوري المصري في الخارج، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. شكر الله لكم هذا الاجتماع المبارك بإذنه تعالى. وبعد أن استمعنا إلى كلمات قوية وأساسية من علمائنا الأفاضل، كلمتي قصيرة محددة عملية، ماذا يمكننا أن نعمل خاصة ونحن في خارج مصر. الذي دفعني لأختار هذا الموضوع هو أن أحد إخواننا تضطره الظروف أن يسافر إلى مصر كل عدة أشهر، وفي كل مرة يرى ويشاهد تدهور الأوضاع عن كل زيارة سابقة، ولاحظ أن كل أصدقائه هاجروا للخارج. كل ما يروح إلى واحد فين راح ترك مصر ومشي، بجانب انشغال الناس بالأوضاع اليومية كغلاء الأسعار واختفائها
المطاردات والاعتقالات والاستيلاء على الممتلكات والأموال وما إلى ذلك. وهذه كلها حينما يتفاعل الناس معها بهذه الطريقة فهي بجانب أن يعني المظاهرات لم تكن مثل الماضي، فهذه يعني شواهد على أن حالة من الإحباط أو اليأس كانت سيطرت على الناس. ولكنه أتى برأي مهم جدا وقال بأن الأمل معقود على الخارج. الأمل معقود على الخارج، معقود علينا نحن. هذه رسالة منه، فماذا نحن هنا نستطيع أن نفعل؟ أيضا نحن عانينا ونرى يعني كثيرا من الفعاليات والتجمعات بدأ الناس يأخذون أفكارا لم تكن في الأول. يعني أنا أضرب لكم مثلا، إحنا من بيرمنغهام كنا نأتي بثلاثة أتوبيسات كبيرة، اليوم جينا تقريبا بأتوبيس ونص، فواضح أن هناك يعني انكماش في العمل. فهنا ماذا نستطيع يعني أن نفعل؟ أولا علينا مهام محددة. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يتفائل، فإذا لا ندع لليأس أو القنوط مكانا في نفوسنا وقلوبنا. نريد أن نظل على المبادئ صابرين ثابتين صامدين. هذه نقطة مهمة جدا. ثانيا علينا أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى، لأن العمل الذي نقوم به هو عمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. هناك نصوص كثيرة تؤكد ذلك. ثالثا أننا ننظر، يعني حدثت مناقشات عديدة وكثيرة بين الهيئات والجهات المتعددة في خارج مصر، ومن بينها جهات التزمت بالمبادئ والثوابت، وجهات يعني سلكت طريقا يعني لا نحن نرضاه ولا قضيتنا ترضاه، وبينهما بين هذا وذاك مجموعات أخرى. فمن الذي يعمل في الساحة الآن بحيث أننا نستطيع أن نعضده ونؤيده ونكون جزءا منه؟ باختصار ومن الخبرة ومن العمل، هو المجلس الثوري المصري. المجلس الثوري المصري له مبادئ معروفة شاملة جامعة تغطي كل شيء، أقل منها بيعتبر انتكاس ويعتبر تخلي عن مبادئ بعينها. هذه واحدة. ثانيا استمعتم إلى نصوص كثيرة بالنسبة للقتل ويعني القتل العمد وغيره. هنا كثير من المصريين لم يشاركوا لا في قتل ولا شيء، لكن طب ما هو موقفهم؟ نشوف من النصوص، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا عملت الخطيئة في الأرض، عملت الخطيئة في الأرض يعني المنكر أو الإثم إذا تعمل، كان من شاهدها فكرهها كمن غاب عنها. يعني لو حاجة حصلت قدامنا دلوقتي واستنكرناها كأننا غبنا عنها لأن احنا شهود، ومن غاب عنها
زينا احنا كنا برا ساعة كل المجازر ديت ما حصلت، احنا نحن وغيرنا. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، يعني اللي كان برا وقال آه والله اضربوهم اقتلوهم يستاهلهم، ده معهم سلاح، ده معهم حاجات تحت المنصة، دول بيسووا كذا، دول إرهابيين، دول كذا وكذا، فهذا كمن شهدها يعني كمن شهدها.